السلام عليكم، كيف دايرين؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نقول لكاع نساء العالم عيد سعيد، كل عام، والمراه ان شاء الله بالف الف الف خير وبصحه وسلامه يا ربي. ودابا نبداو الفيديو ديالنا. جيت نشارك معكم هذا الفيديو خفيف ظريف، فيه واحد لا روتين كيف ما كتشوفوا. انا تقديت هنايا شويه ديال التبزيره وبغيت نديرها فاكا في الحكاك ديالها، وقبل ما نديرها بغيت ندوز نشارك معكم ان شاء الله واحد البلاطو خديته من الفا 55. راني ديجا شاركت معكم، الناس اللي مازال ما شافوش التخفيضات اللي كاينين في الفا 55 يشوفوا الفيديو اللي فات. راني شاركت معكم هكا التخفيضات اللي كاينين تخفيضات زوينين بزاف. هانتوما هذا هو البلاطو اللي خديته، كيجي على هذا الشكل، هذا زوين كتحطوه هكا حتى لي في ديالكم. انا ان شاء الله كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه مازال ان شاء الله غادي نبدل هذاك لي في، غير دابا كنديباني به بما بدلته ان شاء الله. هانتوما شوفوا كيفاش كتحطوا لا بوزيسيون ديالو، كتجي على هذا الشكل هذا، كيبقى الماء كيهبط هكا في لي في ديالكم، يعني ما كتحتاجوش الشبكه. انا اصلا حيدتها بالمره، وبالنسبه للناس اللي عندهم الشبكه راه تقدروا ديروها تحت منه. هانتوما راه عنده عده استعمالات كيف ما كتشوفوا معايا. خليكم معايا ما تمشيو فين حتى لاخر الفيديو، عندي لكم بزاف ديال الحاجات ان شاء الله غادي تعجبكم. وبالنسبه لهذا الكيك ديال المندرين اللي داير ضجه في اليوتيوب، صراحه جربتها جات زوينه كيكه، يا سلام تستحق تجربوها. انا عجبتني صراحه، ودابا تبارك الله راه المندرين موجود. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي يا سلام. هنا عندنا 4 البيضات، كاس سنيده، واحد شاصي ديال الفاني، قبيصه ديال الملحه، كنطربوهم مزيان كيف بحال الكيك العادي اللي كنصايبو، كنبقاو نطربو فيهم مزيان مزيان مزيان، وكنضيفو عليهم الكاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت ما يكونش عامر بزاف، نتوما عينكم ميزانكم.
بالنسبه للعبار كاين اللي ياخذ العبار بكاس العنبه، وانا عندي غير هذوك الكيسان اللي دائما كنشارك معاكم، كيسان ديال اتاي عاديين. عندنا هنا كاس ديال الزيت، عندنا واحد ياغورت ديال البنان، ديال البنان كيجي معها زوين. وبالنسبه للجوج عصير ديال جوج حامضات، هانتوما كيف ما كتشوفوا كنضيفوهم حتى هما للخليط بعد ما كيطلع لينا البيض ديالنا وسنيده، وكنضيف ليهم واحد معلقه هكا كبيره ديال القشور ديال الحامض، كنبقى نطرب مزيان صافي. وكنبدا نضيف في الطحين، نتوما عينكم ميزانكم راكم عارفين الكيكه ما خصهاش تجي ثقيله بزاف وما خصهاش تكون جاريه بزاف. انا هنايا تقريبا ضفت واحد ثلاثه الكيسان ديال الطحين صافي. وعندكم هنايا جوج حتى ثلاثه ديال الخمارات، انا استعملت هنايا غير جوج هما اللي استعملت صافي. وكتبقاو تخدموها، ومن بعد كتكونوا ديجا دهنتوا المول ديالكم ودرتوه ليه الطحين وكلشي. كتاخذوا بحال بالنسبه للناس اللي كيبغيو الشوفان، راه تقدروا ديروه من التحت عاد تحطوا عليه المندرين. انا الصراحه ما درتش، جيت ودرتو نيشان كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما هنايا كنتغربلوا الخمارات ديالكم مزيان، راهكم عارفين ما خصش يبقاو دوك الحبيبات هكا ديال الخمارات في الطحين ديالنا ولا في الكيك ديالنا صافي. وكنبقى نخدم هكا بالكيك ديالي مزيان مزيان صافي حتى كتخلط جميع العناصر. وكنبدا نصبها في المول ديالي اللي كنكون ديجا نقيت المندرين مزيان وحطيته فيه. انا نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي، كيجي هانتوما شوفوا القوام ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، ما تكون ثقيله بزاف ما تكون خفيفه. هنايا نقيت المندرين، هانتوما بالنسبه ليا انا راه كان عندي غير واحد شويه ديال المندرين وقلت علاش لا ما نضش نجربها. بالنسبه لكم نتوما خص يكون المندرين وحده حده وحده، ما خصش يكون بيناتهم هذاك ليسباس، يعني يكون المندرين كثير باش ملي كتقلبوها كيجي الشكل ديالها المندرين حده اختها كتجي زوينه بزاف. انايا هنايا غير هذا الكميه هي اللي كانت متوفره عندي، ورغم ذلك ما عجزتش عليها ونضت جربتها. هادشي اللي كاين، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم بما انها صدقات زوينه، قلت نشاركها معكم حتى نتوما تقدروا تعجبكم وتقدروا تبغيو تحضروها لوليداتكم. خليكم معايا مع طريقه التحضير وشوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي غزاله تبارك الله. هانتوما ما تنساوش تضربوا هكا المول ديالكم باش يتقاد الخليط في المول. هانتوما شوفوا الشكل ديالها جات زوينه زوينه وهشيشه وبنينه، وداك المندرين تيجي فيها زوين بحال كيتعسل ملي كيطيب كيجي زوين. هانتوما شفتوا ليسباس اللي بقى بين المندرينه والاخرى، ما خصوش يبقى. انا هذه هي الكميه اللي كانت متبقيه عندي في الدار، قلت نجرب بها ما نعجزش ونجرب كيفاش جا. وانتوما منين تبغيو ديروها ديروا المندرين بكميه كثيره، راه تجي وحده حده وحده وكيجيو زوينين حتى في الشكل ديالهم. تقدروا غير دهنوهم هكا غير بعسيله من الفوق صافي، بلا ما تحتاجوا تزينهم بحتى شي حاجه اخرى. كنتمنى هاد الكيك تعجبكم، كنتمنى تجربوها، وكنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديالي خفيف ظريف على قلوبكم. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش يتابونا ويفعلوا الجرس، وما ينساوناش من اللايك ديالهم والتعليق ديالهم، راكم كتحفزونا وكتفرحونا. وبالنسبه لهذا الحمض مصير اللي ديجا شاركت معاكم، شوفوا هانتوما راه ما خسر ما والو، انا دابا حليت القرعه قدامكم باش تشوفوها، والله القسم ما كيخسر ما حتى شي حاجه. هانتوما دابا انا خديت شويه ثاني ديال الحمض البلدي، قلت علاش لا ما نشاركش عاوتاني معاكم تشوفوا الطريقه كيفاش. بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو، هانتوما الطريقه سهله، كتاخذوا حمض بلدي على هذا الشكل هذا وكتبداو تعمروه بالملحه وكتزيدوا قسمه هذيك الكميه تقدروا تزيدوا. انا دابا هذيك القرعه راه كثر دابا من 3 كيلو اللي فيها، تنبقى نعمرها وقسمه هبط تنتقداه حتى كيسالي الموسم ديالو صافي. كنلقى راسي راني عمرت واحد الكميه كبيره ديال الحامض مصير وكيديني تبارك الله، راني قلت لكم كيديني حتى العام. كنتمنى هاد لا فيديو ديالي ديال اليوم تعجبكم وتكون خفيفه على قلوبكم. تنتمنى لكم كل عام ان شاء الله، وكما قلت لكم في الاول النساء المغربيات بألف ألف ألف خير يا ربي وبالصحه والسلامه. خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.